يا روحي، أنا كمان كتير مشتاقة لرفيف. مو مشكلة، تعودت على هالشي من زمان. رفيف وأمي ميسون كمان، كل الفترة يلي عشتها بالقصر كنت محرومة من شوفته، حتى كنت أقعد وأتذكره أسأل حالي يا ترى شو بيكونوا عم يعملوا. ما بنسى الأيام يلي عشناها سوا، رفيف كانت تضل معي طول الوقت وكانت تزعل بس روح على المدرسة وأتركها. المهم هلأ أنه رفيف بخير ومع أبوها، مو هيك؟ بس بكون مبسوطة إذا بعرف إن رجعت على بيتنا، وإن رجعت ترسم وتلعب مثل ما كانت وأكثر، وقتها بتطمن وبروق. خلينا نتصل برشيد هلأ وكمان منحاكي رفيف. وبيرد علينا يا ترى؟ إيه، وليش لحتى ما يرد؟ حكي انتي. يا ويلي يا اخ. هي ملك عم تتصل فيك. ما رح ترد عليها؟ ما بدي رد عليها انا. هاي زهرة بتكون بدها تطمن على رفيف، شو بدي اقول لها؟ هلا رجعوا اخذوا اختك؟ ما بقدر. ما عم يردوا. بجوز نايمين لهيك ما ردوا. شوفي لا تقلقي انتي، يمكن من التعب نايمين بكير. بكرة أول ما منفيق منرجع منحاكيها. يلا اشربي هالكاسة لشوف. خبي عندك، لا تخافي حبيبتي، جبت لك معي فواكه، تعي ناكلهم سوا. يلا. ما بدي اكل حبيبتي. ما بصير تضلي بلا اكل، بكره بتمرضي وبياخذوكي على الدكتور. ساعديني، خلينا نروح على بيتنا، خديني لعند اختي، والله حرام. لو بقدر ما بقصر، بس ستك لورين ما بتسمح لي خليكي تطلعي. نطلع بدون ما نقلها. هلا بسمعوكي يا عمري، وطي صوتك. هلا اكلي وبكره بتجي زهره وبتشوفيها. عم تكذبوا علي كلياتكم، انا ما عم صدقكم شو ما قلتوا. بدي روح لعند اختي هلا. بنتي خلص حبيبتي، لا تبكي، بدي روح على بيتنا. لو سمحتي، في عندكم مريض اسمه يونس، ممكن تدليني على غرفته؟ المريض اللي نقلوه من قضنا، ما هيك؟ ايه هو، بدي اطمن انه منيح، انا بكون ابن عمه. بالطابق الثاني، اوضه رقم 412. شكرا كثير لك. ويونس كيف صار وضعه هلا؟ الحمد لله منيح، امه عنده بالمشفى، وقت شافها تحسن اكثر. المهم هلا نقدر نتفاهم مع الجماعه ونحل هالقصه على خير. ان شاء الله رح تنحل هالمشكله، مو من مصلحتهم هالوضع يستمر، لازم يحلوها، ولازم يعرفوا انه الوضع اختلف هلا بوجود اولادهم الاثنين بالسجن. مزبوط كلامك. بدي افهم قصص هالتار، شو الحل بقى لتنمحها من عقول الناس؟ بالايمان والوعي.
أمي، فينا نجيب معنا شاي من الكافيتيريا؟ إيه تكرم عيونك بنتي، هلأ منجيب الأكل وكل اللي بدك يا كمان. يلا يا عمري، صار لك كم يوم ما نمتي منيح. اليوم رح تنامي وترتاحي وما تفكري بأي شيء، مو هيك؟ ليكي كمان رفيف ممكن تكون مرتاحة هلأ، يعني الأمور كل ما لها عم تتحسن عن الأول. بدي أسألك، أنتي زعلانة مني لأني طلعت من هون المرة الماضية بدون ما أخبرك؟ أنا بصراحة متضايقة وزعلانة من حالي زهرة، كنت بتمنى أنه ساعدك أنتي وأختك وما خليكم تمروا بهالمشاكل. أنتي عملتي كرمالنا شغلات كتيرة. في شي ما عملته بس رح أعمله، رح أعمل المستحيل لحتى لاقي لك أمك وبأقرب وقت. يلا هلأ عنه. شكرا. يسلموا يا بنتي. يسلموا ايديك. ايه تفضل اخي ابراهيم، نحن عم نسمعك. انتو بتعرفوا سبب وجودنا هون. ابنك قوص على يونس وهلأ هو واخوه بالسجن، والله وحده بيعلم قديش رح يضل ولادك بكرة بالسجن. ولادي نظفوا شرفهم، والتمن شو ما كان نحن رح ندفعه. الله حرم علينا قتل النفس المؤمنة يا اسماعيل آغا، ويلي بيرتكب هيك جريمة في محكمة بالدنيا هي بتحاسبه، وإذا المحكمة ما حسبته فرب العالمين هو اللي بيحاسب. اسماعيل آغا، حسن غلط بحقكم، يونس شو ذنبه؟ الولد ما أزاكم بشي بالمرة، ليش بدكم تقتلوه؟ حسن قتل ابني وأنا هلأ رح رد له إياها. اسمعي آغا، حسن غلط وهلأ عم يتحاسب على الشي اللي عمله. ليك وهلأ الزلمة محبوس وبعيد عن مرته وولاده وبيته، يعني دفع عمره كله تمن هالغلطة. عزة كرمان في عنده عرض بخصوص هالموضوع. وفروا عروضكم أخي إبراهيم، الموضوع انتهى، لا تناقشوا لو سمحتوا. اسمع، إذا يونس بيصير له أي شيء وهو بالمشفى أو حتى بعد ما يطلع، أنا وقتها ما راح أسكت على الشي بالمرة. نحن مو مسؤولين عن شيء وما نعمل لاحق حدا كمان. شو قصدك بهالحكي هذا يا إسماعيل آغا؟ إسماعيل آغا، نحن بدنا نحل هالمشكلة وجاهزين ندفع اللي بدكم اياه. بدك ياني اخذ حق دم ابني؟ سكروا على هالموضوع لو سمحتوا. شو هالحكي، مو معقول، صار لي ساعة واقف هون وما حدا عم يرد علي. يا استاذ وطي صوتك. بعد هيك ما بدي وطي صوتي، اعطوني هالورقة وخلوني امشي بقى العمى. يا استاذ لو سمحت، ما بيصير هيك، اذا بتريد كل دقيقتين ما رح تخرب الدنيا. لو سمحت لا ترفع صوتك يا اخي، جيب حدا يساعدك اذا مشغول. عم اقول لك وطي صوتك. شاهد على روحك لشوف يا يونس. أبوك ما كان عامل حساب هاليوم وقت عمل عملته الوسخة مثله. المسامح كريم يا أغا، بعدين شرعنا وديننا ما بيأمروا بالتار، الله أمرنا بالرحمة وأمرنا بالصبر. أنت هيك عم تخالف أمر ربنا وعم تغلط كتير وعم تظلم حالك وولادك، شو رح تستفيد إذا قتلت هالولد غير إنك تحمل ذنبه؟ بعدين إذا كل واحد بهالدنيا بده ياخد حقه بإيده، معناها منلغي القانون ومنشوف الدنيا كيف رح تصير بعدين. جاوبوني، بأي حق وبأي منطق أنتوا عم تحللوا جريمتكن؟ مين يلي أعطاكن الحق؟ كيف بتقتلوا نفس الله حرم قتله؟ أنتوا هيك عم تصلحوا الغلط بغلط أكبر. ليش ساكت يا إسماعيل؟ كلام الناس ما رح ينجيك من عقاب رب العالمين. الله عطاك عقل لتفكر، مو لحتى تفكر بكلام البشر وشو بيرضيهم يا آغا. شو رح تستفيد؟ بدك تضيع حالك وولادك مشان الناس؟ لا تعملها وتخلي قلبي يحترق على أولادي البقيانين كمان.
اتصل بعزيز هلا، لحق الولد قبل ما يقتلوه. اقتلني خلص، بعد ما شفت اهلي ما عاد يهمني شيء، بموت هلا وانا قلبي مطمن. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اعتبر الموضوع انتهى يا آغا، رح سمعك صوت الرصاصة هلأ. عزيز لا تقتل الولد، عم تسمعني؟ لا تقتله. بس يا آغا، ما سمعت شو عم قلك؟ ترك الولد وتعال. الله بعتك إلنا لتنقذ حياة هالولد. شكلك نفدت هالمرة يا ولد. إسماعيل أغا عفى عنك. أمي؟ نعم. يونس بيكون صحي هلأ ما هيك؟ والله ما بعرف إذا صحي بنتي، بس حتى لو ما صحي منضل جنبه ليصحم. يا عمري أنت خايفة على أخوك مو هيك؟ إيه كتير. تعي. ما فيني شي منيح. أمي يلا يونس يا روح أمك. صار لك شي يا عمري؟ ألو عزات؟ إيه مالك خير؟ شوفي انشغل بالي، طمني شو صار معكم؟ قدرتوا تحلوا هالقصة معهم؟ إيه إيه انحلت القصة طبعاً، الفضل لعم إبراهيم. أنتوا كيفكن؟ زهرة وينها؟ زهرة غصبتها لتفوت عنه، المسكينة تعبانة كتير وكل الوقت كانت عم تفكر بأختها. عزات رح تاخدني بكرة على ضيعة الداية ما هيك؟ لازم نلاقي هالداية بأسرع وقت. بعرف إنه هالموضوع شغل لك بالك وما رح تهدي لحتى تلاقي إمّا لزهرة، بس القصة مانا سهلة وبدها وقت كمان. يعني أنت لا تقلقي، بكرة الصبح بيجوا باخدك على الضيعة. ليش؟ بقدر أرفض لك طلب ورح جيب خالتي فاطمة تقعد عند زهرة. طيب معناها بشوفك بكرة الصبح، لا تتأخر. ما بقدر أتأخر. رشيد تجرأ وضربك لكان، هالواطي صار عم يتمرجل؟ وسرق مني مصاري كمان بابا، مفكر حاله انه رح يقدر يوقف بوش عيلة كيرمان. ولسه قاله عيني يجي لهون كمان. ولك انا ما قلت لك انه ما عاد بدي اشوف خلقتك هون بالمرة؟ اغا شبك يعني انا جاي عم بشتغل بمحلي. لا يلا يا بطل، فرجيني لشوف شو رح تعمل. طول بالك. ولك رشيد ولا؟ انت من ايمتى صاير زلمة؟ عم تتجرأ وترفع ايدك على اسيادك ولك؟ اغا شوفي شو القصة؟ لسه ما شفتوا شي سليمان بيك، هلا بتشوفوا لك. اغا شبك! لا يا اغا لا!
يهرس انا. اخيلك يا اغا. اذا بلمحكن هون بدبحكن انت وياه. عم تسمعوا لك؟ انقلعوا يلا احسن ما احرق الدكان. معكن يوم واحد لتنقلعوا برات الضيعة. اذا بيطلع الصبح عليكن هون رح تتمنوا الموت. والله. يا عمري انت منيحة؟ ايه خالتي فاطمة انا منيحة ومشتاقة لك. وكيف اختك؟ ما بتروح عن بالي بالمرة. لو بقدر شوفها. رفيف هلا عند ابوها. شو؟ والاغاية كيف خلتها تروح اه؟ مو هي يلي خلتها. رشيد هربها واخدها معه. ما قصر ابدا. مين بيتمنى يبعد عن ضناه؟ أنا وعزت بدنا نروح، عنا مشوار ضروري كتير. أنتوا عدوا وافطروا سوا لبين ما نرجع. روحوا مشواركن ولا تاكلوا همنا. أنا وزهرة في عنا كلام كتير بدنا نقوله. مطولين صح حبيبتي؟ لوين قاسي ملك؟ يعني قصدي لتكونوا رايحين لحتى تشوفوا يونس بالمشفى. هو مو لعند يونس بس ما رح نطول. يلا بخاطركم. الله معكم. تفضلي. يا عمري رفيف بنتي ليش لهلأ ما أكلتي لسه؟ يلا يا عمري كرمالي كل شوي، بعدين إذا ما أكلتي رح تمرضي حبيبتي. خدوني لعند أختي، متعودين نفطر كل يوم سوا. حبيبتي أنا ما قلتلك ما رح يخلوكي تروحي. بدي زهرة، خدوني لعند أختي زهرة. يا ريت لو بقدر طالعك من هون. لسا بدنا وقت كتير لحتى نوصل؟ لا، بدنا شي ربع ساعة لنوصل. مهم هلا ادعي نلاقيها وما يروح تعبنا على الفاضي. رح تستقبلنا عولتك؟ هلا منشوف. مرت عمي، البنت هيك يمكن تروح من بين ايدينا. من مبارح لهلا ما حطت لقمه بتمها، انا خايفه عليها تمرض او يصير لها شيء. شو بعمل لها؟ بروح بطعميها بايدي؟ بعدين من امتى حضرتك بتحكي معي وتتدخلي بامور ما بتخصك زمرد؟ مو قصدي مرت عمي، انا بس خايفه على البنت يصير عليها شيء لا سمح. ما رح يصير عليها شيء، بدها تتعود على العيش بهذا البيت وما عندي كلام غيره. شبكون؟ ليش راجعين بكير اليوم؟ عدنان قلعنا من القهوة. كيف يعني؟ هلأ ما ضل عندكن شغل؟ كمان بدو يانا نطلع من الضيعة كلها. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا هلأ. قلتلكن هاي زهرة ورفيف بدهن يجيبوا آخرتنا بس ما حدا فيكن صدقني. شو بدنا نعمل هلأ؟ وين بدنا نروح وكيف بدنا نعيش كمان؟ يعني ما ضل عنا شي. سليمان يلا روح اعتذر من ستي لورين وبوس إيدها كمان. ابني ما رح يبوس إيد حدا، فهماني يا بنت؟
أنا بعرف كيف وقفهم عند حدهم. شو قصدك بهالحكي أبي؟ أنا بورجيهم. ما بقى أسكت، بدي أشتكي عليهم أنه خطفوا بنتي بالغصب، وبتشوفوا كيف. أنتوا جنيتوا؟ إذا بتشتكوا عليهم ستي لورين رح تحرق الأرض تحت رجليكم وما رح ترحمكم أبداً. سليمان؟ استنى أبي، فكر منيح قبل. وينكن يا الله؟ خلصيني بقى، ردي على تليفونك. وينك؟ سليمان؟ ليش ما عم تاكلي منيح زهرة؟ ليكون الأكل ما عجبك. بالعكس خالتي، الأكل كتير طيب، بس ماني جوعانة. صحيح أنت ليش تركتي الشغل بالقصر؟ غيري هالسيرة بنتي. خالتي فاطمة، أنا حاسة إنه نحن السبب إنه تركتي الشغل. لا بنتي، أنتِ منين جايبي هالحكي هاد؟ أنا ما تركت الشغل بالقصر على الآخر، ناطرة خبر من بهي خانو. خلص لا تقلقي علي، أموري كلها بخير. وهلأ كمان رح أتصل ببهي خانو وحاكية. شو ما ردت؟ أكيد بتكون ما سمعت التلفون. بيجوز بحاكيها غير وقت. اتصلي فيي على الأرضي. إيه. ألو؟ ألو؟ زمرد خانم؟ هي أنا فاطمة، صار شي قليلي. آخ يا فاطمة آخ، يعني شو بدي قلك لقلك؟ أنت كيفك؟ منيحة، منشكر الله. أنا بخصوص الأغاي، صار شي معها؟ بهي خانم قالت رح تحاكيها. ما بعرف إذا بهي فتحت هالسيرة معها. أنا حاولت حاكيها بخصوصك أكثر من مرة وما رضيت، حتى عزت ما بدها تسمع بسيرته بالقصر. الموضوع هالمرة زاد عن حده، ما بتوقع ترضى بسهولة. والمشاكل عم تكتر كتير كمان، وعدنان رجع هالمسكينة رفيف على القصر والبنت ما عم ترضى تاكل شي. علي قلبي عم يتقطع عليها، بس شو بقدر أعمل؟ مو طالع بإيدي شي. رفيف هلأ بالقصر؟ هي من مبارح هون. يا ريت لو أنت بالقصر كنتي على القليلة اهتميتي فيها. إذا بتضل على هالحالة يمكن تموت. رفيف؟ اسمعني سليمان، كان قصدي انه ما تكبر المشكله اكثر من هيك، بلكي امي بتقدر تحل الموضوع بمعرفتها. والله ما كان بدي اخبرهم شو حكى ابوك، كان بدي امي تحكي مع بابا لحتى يرضى انه يرجعكم على الشغل، ما كان قصدي اي شيء ثاني غير هيك. ما عاد اقدر صدقك بعد اليوم ابدا. انا كنت بعرف كل شيء من الاول، كنت بعرف انك انت اللي خبرتي عدنان عن مكان ابي ورفيف، ابي بسببك اكل هالضرب كله. سليمان روق. لبقى تحاولي تكذبي علي نيفين، حاولت كتير كذب على حالي وصدقك. كل شي انكسر وما ضل شي جواتي قدر سامحك عليه نيفين، خلاص. ايه شو اللي بدك تقوله؟ نحن من اليوم مو لبعضنا.
وصلنا كأنه مو هيك؟ ايه وصلنا، بس بالأول لازم نسأل عن بيت الداي أحسن مشان ما نضيع. مستحيل رفيف، مستحيل تكون عندهم بالقصر. أنا متأكدة إنهم عم يكذبوا. زهرة، يعني ليش لحتى يكذبوا؟ زمرد خانم هي اللي قالت لي، ليش لحتى تكذب؟ لا، أبوها هربها من هون، كيف بدها تكون عندهم؟ رايحة. زهرة بنتي، لوين رايحة؟ شو رح تقدري تعملي؟ غانم أغا بيكون استأجر ناس يدوروا عليهم، ما رح يتركوها تهرب منهم. شو نسيتي إنه الأغاية إذا حكيت كلمة بيقلبوا الدنيا كرمال يرضوها؟ هدول بيعملوا كل شي. رايحة خالتي. زهرة، زهرة. مرحبا. أهلين. بدي أسألكن عن بيت الداية، بيقولوا للأم الكبيرة، بتعرفوها مو؟ معروفة بالضيعة، بس مو معروف عنوانها بالضبط. من زمان كتير كان يقولوا إنه بيتها بالساحة، بس انتقلت من هنيك وما عاد عرفنا لوين راحت. طيب، شكرا كتير. انتوا عم تسألوا عن الداية الكبرى؟ اي والله، انتي بتعرفيها؟ مين بهالضيعة ما بيعرفها؟ كل أولاد الضيعة خلقوا على إيديها، بس هي كبرت كتير وما عاد تقدر تقوم بحالها، لهيك أخذتها بنتها لعندها. طب وين البيت؟ شو عنوانه؟ البيت قريب، ما بيضيع حدا، كملوا لآخر هالنزلة في دكان على الزاوية، البيت اللي جنب الدكان. شكرا كتير. العفو، أهلين. زهرة، لوين رايحة هلأ؟ رايحة لعند أختي على القصر. أنت أكيد جنيتي، شو بدك تعملي يعني؟ ما رح يخلوكي تشوفيها، فوتي لجوا. إذا بدهم ياخدوا أختي خليهم يقتلوني بالأول، بموت ولا بتركها. يعني مزبوط هالحكي إنهم أخذوا رفيف على القصر؟ إيه، أنا رح أخذها غصب عنهم، ما بقى أسكت بعد اليوم، تعالي معي. يعني ماني مصدقة إنه وصلنا ورح نشوفها هلأ. ملك، برأيي لا تتأمل كتير، يمكن ما نقدر نعرف أي شي منها. معقول؟ تفضلوا، كيف بقدر ساعدكم؟ بالله الداية كبرى موجودة، بدنا نشوفها بموضوع ضروري. مين إلا الاسم؟ عزت كرمان. آه طيب، رح نادي لأمي لبين ما تيجي. تفضلوا لهون. شكرا، تفضلي. شايفت لك اسم كرمان بيفتح أي باب؟ ايه، ما عدا بابك انتي لانك ما بتحبينا. ما بدك لحتى يكون في حدا بهالعيلة ينحب؟ لكتر خيرك، ولا واحد منه. اهلين وسهلين فيكم. اهلين فيكي، اسفين على الازعاج. ما عرفتك يا بنتي، انتي غريبة ما هيك؟ أنا من اسطنبول وعم درس هون حالياً بمدرسة هارمانلي. وأنت يا ابني ابن مين في هون؟ الست بهية ولا زمرد خانم؟ زمرد خانم. زمرد خانم إنسان كتير محترمة، بتذكر جابت كل ولادها بالمشفى، بس بنت بهية إجت على إيدي أنا بهداك الوقت. آه هالأيام كيف بتمرق هيك؟ الضابط عم يستناكم، تفضلوا. تفضل احكي لشوف سيد رشيد، شو مشكلتك؟ سيدي، عائلة كرمان خاطفين بنتي الصغيرة وحابسينها بالقصر عندهم. كان في شكوى بهذا الموضوع، وقتها افادتك كانت كتير مختلفة، ليش قلت انك ساكن مع بنتك بالقصر؟
مزبوط هالكلام. وقت اعطيت افادتي وكانت بالغصب. عائلة كرمان هددوني بالقتل، بس هن اللي خاطفين بنتي وبالقوة. وهي زهرة، سألها. مزبوط، هن خطفوا اختي وحابسينا بالقصر كمان، وانا خايفة على اختي انه تموت عندن هنيك، حابسينا بغرفة لا عم تاكل ولا تشرب. الله يخليك، خلصوا اختي منن بسرعة. بدي اقدم شكوى ضد لورين كيرمان. ايه هاتوا لشوف شو المطلوب، شو بدكم مني وكيف رح ساعدكم؟ نحن بدنا نسألك عن عيلة كانوا من زمان هون ساكنين. مين؟ ميسون ورشيد. ميسون؟ مو متذكرته. ابنه الكبير اسمه سليمان. ايه هلأ تذكرته لابنه سليمان، امه المسكينة تعذبت بولادته. مؤمنة وينك؟ مؤمنة ساعديني. دخيلك الحقيني. شوفي ليش هالعياط كله؟ بوس ايدك، انا كثير تعبانه. طيب انت بتتذكري شي بنتهم زهرة الكبيرة؟ البنت يلي ربوها ميسون ورشيد وهي مو بنتهم. ايه زهرة امبلا تذكرتها، كانت بنت حلوة وبتاخد العقل، ما شفت بحلاها بين كل اللي ولدتهم. بتذكر انه كانت بصحة منيحة بهداك الوقت، والجماعة حبوها لهالبنت وعملوها كأنه بنتهم الحقيقية، ما قصروا معها. بس إذا جايين تسألوا عنها فميسون بتفيدكن أكتر بهالقصة. شو جابكن لهون لتسألوني عن البنت؟ ميسون عطتك عمرها يا خالي، وهلأ أنت الوحيدة اللي بتقدري تساعدينا لنعرف مين أهلها لزهرة. أكيد أنت بتعرفي مين هن. خالتي زهرة لازم تعرف أهلها، وما حدا غيرك بيقدر يساعدنا. بترجاك الله يجعله خير إن شاء الله. لورين كيرمان. خير؟ في شكوى ضدك بأنك خاطفة بنت قاصر من أهلها. مين هذا اللي تجرأ واشتكي علي؟ يعني مين بده يكون غير المعلمة؟ فتشوا البيت بسرعة. استنوا، شو عم تعملوا؟ مين سمح لكم تفوتوا على بيتنا؟ في معنا إذن من النيابة، لهيك ما توقفوا بطريقنا لو سمحتوا. سيدي الباب ما عم يفتح معنا. افتحوا هذا الباب فورا. سيدي البنت ليك هون. ميسون بهداك الوقت كان ميت لبنت، وزهرة وقتها تسجلت بدل البنت بالنفوس بنفس اسم المرحومة بنتهم، والشهادة لله إنهم عاملوها كأنه بنتهم وحبوها كتير كمان. طيب ما حدا بده يعرف بهذا الشيء؟ يعني ما حدا شك بالقصة؟ كانوا عيلة فقيرة وما بيخلطوا الناس، ما حدا غيري كان يزورهم. قعدوا بهالضيعة سنين وما حدا عرف شي عنهم،
وبعدين انتقلوا على هارمانلي وعاشوا حياتهم هنيك. سمعت بعد فترة طويلة إنهم اشتروا بيت وتحسنت أحوالهم. الغريب إنه كانوا كتير فقرة، بس بعد ما تبنوا هالبنت أوضاعهم تحسنت. أكيد حدا دفع لهم مصاري كرمال يربوها. أكيد. لورين كيرمان، أنت موقوفة بتهمة خطف بنت قاصر من بيت أهلها. أنت كيف بتعمل هيك معي أنا؟ أنتوا رح تدفعوا ثمن هذا الشيء غالي كتير؟ فاكرين حالكم رح تنفذوا بهالطريقة؟ لا تحلم هالشيء رشيد. زهرة إجيتي؟ كتير مشتاقة لك يا قلبي. نحن بدنا نعرف ميسون ورشيد من مين أخذوا زهرة بوقتها. يعني أنت أكيد بتعرفي عيلتها مين بتكون. بعرفهم يا بنتي، طبعا بعرفهم. في اختي جنبك نحن ليكي. شلون ما بدي خاف؟ خفت انه ما ارجع اشوفكم ويسمعكم. مرت عمي، انا رح خبر عدنان وغانم فورا. لا تقلقي، ما رح نتركك هنيك بنوب. استنوا، مرت عمي عندها ادويه ولازم تاخذهم بوقتهم والا بتتعب كثير. هلا صارت عيله كيرمان لعبة بين إيدين ولاد صغار، لنشوف لوين رح توصلوا. مبسوطين هلأ ما هيك؟ انتو مين بتكونوا لحتى تروحوا تشتكوا على عيلة كيرمان؟ لك لسه ما لحقتوا تشبعوا لقمة الأكل. من أيمتى صرتوا تفهموا؟ كل واحد فيكم أغبى من الثاني. امشوا. رح تدفعوا ثمن عملتكم هاي غالي كتير، وانت بالذات يا زهرة، انت بالذات والله لدفعك ثمن كل شي عملتي معنا. زهرة جابوها من اسطنبول لهون من زمان كتير، كانت طفلة عمرها كم يوم، يعني المسكينة صغيرة. المهم اللي جابوها لهون كانوا بالأول موظفين عنا بالبلد، بس لما تعينوا باسطنبول رجعوا لهنيك وتركوها هون. لكن عيلة زهرة باسطنبول معناها؟ والله أنا ما بعرف إذا هي بنتهم فعلاً ولا كانت بنت حدا تاني غيرهم، بس بعد ما تركوا المنطقة إجوا تركوها هون ومشوا من بعدها. طيب خالتي، وهن ليش عطوها لرشيد؟ هن كانوا بيعرفوا لرشيد من قبل، من محل ما بيشتغل. ليش يعني؟ رشيد وين كان بيشتغل وقتها؟ هو كان يقدم شاي وقهوة بالمحكمة. قبل ما يلحقونا عائلة كيرمان لازم نهرب من هون فورا، لازم نستعجل. امشوا، يلا امشوا. زهرة تعي. يعني انا كمان هلا رح اجي معكم بابا.
زهرة بنتي، أنا خلاص ما رح أتركك لحالك، تعي معي.